تعالوا نتأكد إن إحنا استوعبنا درس البريزنت كونتينوس المضارع المستمر. أمامك فراغات، حاول أن تختار الفراغ أو الإجابة الصحيحة في الفراغ المناسب. هل فهمت التمرين الأول أو السؤال الأول ماذا تختار؟ أحسنت، الإجابة هي We are cooking. We are cooking. طيب، والإجابة الثانية، اختار الإجابة الصحيحة. أحسنت، Where are you studying English now? Where are you studying English now? بسبب وجود كلمة now وهي تقصد الآن. أحد اتصل لأحد قال له أين أنت؟ قال له أنا في المكان الفلاني أدرس. أين تدرس؟ Where are you studying now؟ طيب السؤال الثالث، الحقيقة أنه هنا بعض الطلاب قد يخطئوا. أنت لما تجد السؤال Are you وعندك فراغ اللي هي مثلا visit ولا visiting ولا visited مثلا ولا visit، هذه الإجابة on Monday. On Monday، ركز معايا، لو كانت مثلا on Mondays كانت خطأ، لكن on Monday هذا المضارع المستمر للمستقبل، فأكيد بتكون are you visiting. Are you visiting؟ طيب اختار الإجابة الصحيحة لهذا السؤال. ها، هل فهمت؟ أحسنت، الإجابة الصحيحة هي They are watching TV. طيب آخر سؤال، وفي معلومة حلوة على هذا السؤال، ركز عليه. أنا أعطيتك إنه they، وقلت لك مثلا want ولا are wanting ولا wanted to go to the sea right now. الإجابة الصحيحة هي they want، و are wanting خطأ، لأنه من المعلومات اللي أنت مفروض تستفيد منها أيضا في هذا الفيديو إنه في أفعال في اللغة الإنجليزية لا يضاف لها ing، أو مش لا يضاف لها ing، لا يمكن أن تستخدم في المضارع المستمر، يعني لا يمكن أن تصبح في حالة الاستمرارية، يعني لذلك لا يضاف لها ing. تمام، فيقصد بهذا الموضوع إنه أنت عندما تقول مثلا أنا أفهم، لا تستطيع أن تقول I am understanding، لا تقول I understand، يعني لا أفهم منك يا أستاذ مراد، إن هناك أفعال لا يمكن أن تكون في الاستمرارية وبالتالي لا يضاف لها ing إذا جاءت بعد الآم والإز والآر. هذا خلاصة الموضوع. هذه الأفعال مثل love و understand و prefer want و need، وهذه المجموعة اللي أنا سأظهر لك إياها هي أكثر الأفعال التي لا يضاف لها ing، و لا يقصد بها انه لا يمكن ان يضاف لها ing في كل الاحوال، لا، ممكن تضاف لهذه الافعال ing وممكن تشوفها انت، وهذا في حاله الجيرند، اذا تم اضافه ing فقط في حاله الجيرند، والجيرند يعني يقصد عندما نقول مثلا تجد كتاب عنوان يقول لك مثلا فهم القواعد understanding grammar، تم اضافه ing understanding grammar يعني فهم القواعد، فهم القواعد. الجيرند اللي ما حد يعرفه او اللي ما عنده خلفيه عنه، هو عندما نضيف للفعل اي ان جي يتحول الفعل هذا الى اسم. نعم عندنا مشكله، حتى اللاف والوونت الافعال اللي ذكرناها مسبقا ممكن تضيف لها اي ان جي اذا نحن نتحدث على الجيرند، والجيرند هو تحويل الفعل الى اسم باضافه الاي ان جي، يعني مثل مثلا ريمبر، ريمبر لا تستطيع ان تستخدمها في حاله المضارع المستمر الان، يعني لا تستطيع ان تقول اي ام ريمبرينج، لا تقول اي ريمبر، لكن ممكن تستخدمها كجيرند في مثال واحد، تقول اعطيني مثال خلصني. Remembering old things is something interesting، تذكر الاشياء القديمه شيء جميل. شوف هنا قلنا تذكر، يعني احنا رجعنا الاسم remember الى الفعل remember الى اسم تذكر.